إذن ضمن تداعيات حرب الموصل نرحب مجددا بضيفنا عبر الإنترنت سيد إياد العناز الكاتب والمحلل السياسي من مكتب رافدين في عمان. مرحبا بكم سيد إياد. الموصل إذن مع نهاية عام 2017 ليست الموصل التي نعرفها، كيف تقرأ ما وصل إليه حال المدينة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وأسعد الله مساءكم بخير وتحياتي وتقديري للتقرير المفصل الكافي الذي وضح هذه المأساة الكبيرة التي حلت بمدينة تاريخية، مدينة ذا عمق حضاري، مدينة استهدفت لهذه المفاهيم ولهذه المعايير المهمة، مدينة هي تشكل عبقا تاريخيا وحضاريا للعراق وللأمة العربية والإسلامية، استهدفتها الأيادي الآثمة، وبالتالي كان ما حدث من تدمير كامل للبنية التحتية لهذه المدينة. الآن نحن نتكلم عن مدينة هي شبه أطلال، مدينة تم تحطيم كافة المعالم الحضارية والدينية والعلمية فيها، مدينة أشبه ما تكون بمدينة أشباح وصلت أثناء المعارك التي حثت المنازعات أو الاشتباكات العسكرية التي حثت بين جميع الأطراف. هذه المدينة التي استقبلت أكثر كما تفضلت تقريركم إلى 20,000 غارة، يعني الاعترافات الأخيرة الآن عندما تتكلم كافة الصحف وكافة الدوائر العسكرية والأمنية في التحالف الدولي نرى حجم الدمار الذي حصل في هذه المدينة، وبالتالي نحن نقول أن هذه الأرقام حتى وإن بدت من مصادرها لكن لحد الآن هي لم ترتقي إلى حقيقة المعاناة. نحن لا زالت نتكلم عن أكثر من 50,000 جثة لا زالت تحت الأنقاض غالبيتها، والمنتشي منها لا يعد بأكثر من 5,000 حسب الإحصائيات العددية للمستشفيات ودوائر الصحة في مدينة الموصل، وبالتالي أصبحت الآن لحد الآن لم يرتقي الجهد الحكومي ولا ترتقي المؤسسات الخدمية ولا الوزارات الخدمية إلى حقيقة معاناة ومكابدات المدينة وأهلها الطيبون الذين عانوا ما عانوا من خلال 3 سنوات، ومن ثم جاء ما بعدها حوالي أكثر من 9 أشهر من مواجهات عسكرية. المدينة لا زالت لحد الآن في جانبها الأيمن تئن وتحتضر في جميع مرافقها الخدمية، لم يحصل هناك أي تقدم عمراني وأي عمل، لا زال عملية رفع الأنقاض الآن لحد الآن نحن نتكلم عن 12 مليون طن من الأنقاض لا زال موجودة في مدينة القديمة في مدينة الموصل وتحديدا الساحل الأيمن. الساحل الأيسر إن بدأ هناك بعض تباشير من حياة يومية والمواطن بدأ يعيش ويستعيد، فهذا بالجهد الشعبي، يعني بالجهد الذي يقوم به المواطن وتقوم به الهيئات الشعبية في مدينة الموصل من أهاليها الكرام من الناس الذين تبرعوا لبناء وإعادة بناء. نعم سيد إياد العناز، ولكي ندرك حجم ما ألقي من ترسانة عسكرية من التحالف الدولي أو حتى القوات الحكومية وميليشياتها، نتحدث عن الإحصائيات في أعداد القتلى، يعني صحيفة الإندبندنت وثقت تحدثت عن أكثر من 40,000 قتيل من أبناء مدينة الموصل، هذه إبادة لأكثر من 40,000 قتيل، من يتحمل هذه الإبادة الإنسانية لهذه المدينة التاريخية؟ يعني هنا نقول التحالف الدولي يتحملها بالحد بالأول، الآن عندما يعترفون بأن هناك 14,000 غارة جوية على مدينة الموصل، وتعترف بريطانيا أن هناك 720 غارة جوية إلى مدينة الموصل، وكذلك الفرنسيون الذين شاركوا ب 600 غارة، ولا ننسى الصواريخ التي روم، وهناك أكثر من 6,200 طلعة جوية من طلعات الدفاع الجوي والطيران العراقي الذي ساهم في هذه العملية طالت 9 أشهر. هذه الحمم النارية على من ذهبت وعلى من ألقيت؟ هل ألقيت جميعها على عناصر التنظيم أم كان عناصر التنظيم هي حجة لتدمير هذه المدينة ولإشاعة الرعب والخوف بين أهاليها؟ هذه المدينة أريد بها كما قلت يعني هدم جميع معالمها، مدينة تاريخية، مدينة تعني عبق التاريخ العربي الإسلامي الأصيل، مدينة ساهمت في مقارعة جميع الذين تعاقبوا على احتلال عبر التاريخ. نعم
طيب. عبر التاريخ وبالتحديد عندما نتكلم عن العراق، العراق قبل 100 سنة المدينة واجهت الاحتلال البريطاني، وكانت أول من طلائع المحافظات وطلائع المدن العراقية التي واجهت الاحتلال الأمريكي. هذا الاحتلال الأمريكي الذي الآن استخدم طائراته في 14 أبغار أراد أن ينتقم من أبناء المدينة الذين واجهوه في بداية الاحتلال الأمريكي والغزو الأمريكي في التاسع من نيسان عام 2003 الذين تجرع فيهم جنوده وضباطه مرارة الهزيمة في هذه المدينة كما تجرع في مدن العراق الذين أبوا ورفضوا هذا الاحتلال. طيب سيد إذن هناك عفوا يعني هذه الأعداد الكبيرة من القتلى، نصف هؤلاء 40,000 الذين ذكرتهم صحيفة الاندبندت البريطانية من القتلى من أبناء الموصل، نصفهم من الأطفال والنساء بحسب هذه الإحصائية. نعم. يعني حقوقيا ماذا عن الحق الإنساني لذوي هؤلاء الضحايا؟ يعني إذا تكلمنا هنا عن جانب حقوق الإنسان، نحن نرى أن هذه المفاهيم لا تطبق إلا بكلام. أين الأمم المتحدة ومنظماتها ومنظمات ومنها منظمة حقوق الإنسان؟ الأمم المتحدة حتى لم ترتقي إلى معاناة هذه المدينة عندما تكلمت وقالت نحن ليس بإمكاننا أن نستطيع أن نلبي جميع احتياجات النازحين. هم قالوا لم يكن لدينا إلا أكثر من 36 مليون دولار لإيواء هؤلاء، وبالتالي نحن بحاجة إلى 284 مليون دولار، وهذا قبل بدء العمليات. نحن نتكلم قبل 17 أشهر 2016. إذن تركت المدينة هكذا لتتلقى مصيرها وتتلقى مصير أبنائها. ولكن عندما بدأت المعركة تشتد وعندما بدأت غبار المعارك يستعر، لم يرى المواطنون وأهالي المدينة رفضوا رفضا قاطعا مغادرة مدينتهم والتزموا وتمسكوا بالأرض الطاهرة لمدينة الموصل وهي جزء من أرض العراق الطاهر. ولكن بالأخير هذا الإنسان عليه يصبر، يعني عملية الصبر وعملية عندما يرى البيوت تتهدم على رأسه، عندما يرى جثث أبنائه وجثث إخوانه وجثث جيرانه تحترق أمامه، ماذا يفعل؟ اتجه إلى مغادرة المدينة وإلى معسكرات لم تلبي الحد الأدنى من الحالة الإنسانية. فهنا يعني تحملها المجتمع الدولي، تحملها الأمم المتحدة، تحملها الولايات المتحدة الأمريكية التي هي بدأت بالعدوان. كل الذي نراه الآن بعد التاسع من نيسان ونعينه هي نتائج الاحتلال التي يتحملها وتتحملها معه جميع الدول الغربية التي قارعت العراق واحتلت العراق. يعني في الدقيقة الأخيرة أستاذ عياد، أكثر من 100,000 من القوات الحكومية وميليشياتها شاركت في هذه الهجمة على هذه المدينة، وطبعا بمساندة التحالف الدولي لمقاتلة بضعة مئات من المسلحين ربما، ويبدو أن الهدف يعني أصبح واضحا وهو ممنهجا لإبادة هذه المدينة بشرا وحجرا كما ذكرت، هذه المدينة التاريخية العريقة ومن الآثار التي ذكرناها المئذنة الحدباء الشهيرة في الموصل. نعم. هنا كل الجهات تتحمل مسؤولية ما حدث في هذه المدينة. نحن نتكلم الآن انتهت المعارك قبل أكثر من 9 أشهر و8 أشهر، لم يحصل شيء في هذه المدينة. المدينة لا زالت لحد الآن، أين الخدمات؟ أين إعادة البناء؟ أين إعادة النازحين إلى 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 دورهم؟ أين عملية التعويضات؟ إذن عندما تستهدف هذه المدينة جميع العناوين، جميع الأسماء، جميع الجهات العسكرية والمدينة تتحمل مسؤولية ما حل في هذه المدينة. كان يفترض أن تكون هناك خطط عسكرية لحماية المدينة. نحن نتكلم عن حرب مدن، وكنا نتكلم عن مدينة عراقية أصيلة، لم نتكلم عن مدينة أخرى ولا خارج الحدود. نحن نتكلم عن مدينة كان على المفترض على جميع الجهات ومنها الجهات الأمنية والعسكرية أن تراعي حرمة هذا الإنسان العراقي الأصيل الذي تقاتل من أجله وتحمي عرضه وشرفه. شكرا جزيلا لك من مكتب رافدين في عمان الكاتب والمحلل السياسي سيد إياد العناس.